السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناتكم جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقه جديده من لعبه ون بيس فايتنج باث. الان سنتقاتل لوفي ضد جارب اصدقاء بطل البحريه، فسنستخدم هجمات لوفي الخاصه. ايضا هذه الضربه سنستخدم على ما يبدو الجير سكند. ايضا لاول مره في هذه اللعبه نستخدم الجير سكند اصدقائي. سنستخدم الضربات الخاصه بتاعت الجير سكند اصدقائي. الان جيت بوستر حسنا، مزيد من الضربات ايضا سبب ان جيت جارد بطل البحرين. حسنا سيستخدم ايضا هجمة جيانت بوستر مسدس الضخم. حسنا سأهرب الان لمز واحدة صغيرة. هذا تأثير الجانب بيرسل كان عمليته في البداية. حسنا نستخدم ايضا هجمة خاصة اخرى جدا. حسنا سأستخدم المزيد من الهجمات القوية للوفي. ما هي هجمة خاصة؟ هذا عمل مبدأ أقوى هجمة هذا. جيانت بازوكا كبير ساد أصدقائي. هذا أقوى هجوم لحتى الآن للوفي. حسنا سأستخدم أيضا المزيد من الهجمات القوية. ما زال كان صامدا أصدقائي. سنبدأ الهجوم الأول. سيستخدم المزيد من هجمات لوفي. اقترب جدا من هزيمة جارب اصدقائي. لم يتبقى لديه كثير من الطاقة. سيستخدم الجير سكند مرة أخرى. سيستخدم هجمات لوفي الخاصة. أو لا، جارب يستخدم هجومه الخاص أيضا هنا. حسنا سأحاول الهرب من هذه الهجمة الخارقة التي تم القضاء علينا. تأثرنا بشدة بها. حسنا نستمر بالهجوم أصدقائنا. أخيرا تم هزيمة جارب بنجاح أصدقائي. لوفي الآن ضد مارشال دي تيتش. حسنا سنواجه تيتش. سأستخدم جير سكند مرة أخرى. سأستخدم أيضا راكلار. حسنا سأستخدم أيضا جيت بوستر مرة أخرى. سأستخدم أيضا هجمة قوية جيانت بوستر. حسنا تأثير الجانب لجيانت بوستر الجير سكند يظهر له. حسنا على ثانية تانية الحجم الطبيعي. حسنا سأبتعد عن الدوامة. سأستخدم هجمة كيف الخارقة. بازوكا الصاروخ روكيت عفوا. اوه لا، هل هزم؟ لوفي على ما يبدو انتهى. تم خسر لوفي. يظهر لنا سيرفر ريلي، يعطينا سيرفر ريلي. سأستخدم هجمات السيرفر ريلي الخاصة، ضربات السيوف، حسنا الاعصار. سأستخدم أيضا القذائف. مارشال دي تيتش لا يترك أي مجال للهجوم. حسنا سأستخدم أيضا ضربة السيف القوية أصدقائي. سأستخدم هجمات السلبية القوية أيضا، هجمات بالسيف. سأقوم بالقضاء على مارشال دي تيتش. حسنا سأستخدم مزيد من الهجمات وهي أيضا هجمة خاصة من سيلفر ريل. تم القضاء اخيرا اصدقائي بنجاح على مارشال تي تيتش سيلفر ريل الذي انتصر هذه المرة. يبقى اليوم ثالث واحد وهو الاخير في فريقهم. مع الفريق يوجد سموكر لوفي وسيلفر ريل. كما ترون اعلى الشاشة على اليسار هما فريق كان جارب مارشال تي تيتش اليوم السياف الاسطوري من بلاد وان. حسنا سيسهل هجمات سيلفر ريل الخاصة. حسنا لم يستطع هزيمة سيلفر ريلي اليوم. حسنا سنقوم بهجمة خاصة ايضا من ريلي. اقتربت جدا من هزيمته اصدقائي. حسنا تم بنجاح هزيمة ريوما اصدقائي ايضا. هكذا الفريق المنتصر فريق لوفي. هكذا نجحنا اصدقائنا بهزيمة فريق جاربو مارشال تي تيتش ورياما. والنصر كان لفريق لوفي سيلفر ريلي وسموكر. حسنا اصدقائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايكات وكومنتات والمزيد من التعليقات من اجل الاستمرار بالعمل بالقناة اصدقائي ومتابعة الفيديوهات الجديدة اول باول.
وهذا ما يجعلنا نستمر بالعمل بالقناة. مثلا على ما يبدو فيه فريق آخر، سننتظر قليلا. لوفي وسيلفريلا وسموكر ضد فريق تيتش وانيل وايس وسابا ولوفي الصغار. مثلا سنستمر في هذا المرح. ايس الصغير مثلا، سأقوم هاي سابا مع مثلا، سأقوم بالقضاء عليهم اصدقائي على سابا. استخدم هجمة الجير سكند اصدقائي ضد ايس، سأقوم بالقضاء على ايس بوقت سفرة. مثلا استخدم الهجمات، استخدم هذا جيت بيستون. مثلا استخدم ايضا جير سيد جيانت بيستون اوت الاثر الجانب للجير سيد نهرب قليلا. مثلا استخدم هجمات روف الخاصة ايضا، او سانج لديه هجمات خاصة ايضا معه خليفة. استخدم الروكيتو لكن لم تأتي به. مثلا استخدم الجير سكند الان، اهجم على ايس اصدقائي جاب كلينجون. حسنا استخدم الهجمات الخاصة، تم القضاء على ايس الصغير اصدقائي بنجاح. حسنا الان الشخصية التي تلي ايس هو تيتش ايضا، مارشال دي تيتش. حسنا سأقوم بهزيمة مارشال دي تيتش. استخدم الجير سكند، حسنا سأستخدم هجمات روك الخاصة ايضا ليونتا بيستون. حسنا نهجم على مارشال تيتيتش حتى بالأثر الجانبي. استخدم هجمات روك الخاصة اصدقائي، قربنا جدا من هزيمة مارشال تيتيتش. سأقوم بالقضاء على مارشال تيتيتش، نقوم بالقضاء على اصدقائي. حسنا هجمات خاصة من لوكي، حسنا قرب جدا من هزيمته. استخدم الجير سكند مرة أخرى، جيت بستون وأيضا جيت بستون مرة أخرى. ميكالينجو مستمر بالهجمات القوية من لوفي ضد مارشال دي تيتش. حسنا استخدم هجمة خاصة من لوفي وهو ضربة بستون، مسدد جيت بستون. نستخدم أيضا ضربة الجير سيرد مرة أخرى، حسنا سأحاول القضاء عليها حتى وأنا صغير أصدقائي. لم يتبقى كثير لدى لما تيتش. حسنا اقتربنا، تمت هزيمة تيتش أخيرا أصدقائي. ما هي الشخصية الثالثة؟ إنيل. حسنا نقوم بهزيمة إنيل، حسنا سنقوم بهزيمة إنيل. نستمع بالهجمات أصدقائي ضد إنيل. حسنا سنستخدم الجير سكند، نستخدم الهجمات الخاصة وتهربنا على مدى تم تهزيم تروفي هذه المرة. حسنا نختار سيرفر ريل الآن الشخصية الثالثة لها من أجل القيام بهزيمة إنيل. حسنا سنقوم بهزيمة إنيل إذا كان في سيرفر ريل. نستخدم هجمات خاصة من ريل، نستخدم هجوم السيوف المتعددة، أرباط مختلفة. سيرفر ريل قوي جدا إذا كان بالنسبة لإنيل. حسنا نستخدم ايضا هجمات مرة اخرى من سيلفر ريلا بالسيف، ركلات بالقلع، ايضا ضربات اخرى بالسيف، ضربة خاصة ايضا مرة اخرى، ضربة اخرى ايضا بالسيف، ضربات خاصة ايضا. تمت هزيمة نيل، هكذا نكون وصلنا على فريقنا. حسنا اصدقائنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم جميع الحلقات الجديدة اول باول. لا تنسوا اللايكات والكومنتات والتعليقات والدعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر المزيد من الحلقات الجديدة أول بأول. ودعمكم المستمر هو ما يجعلنا نستمر بالعمل على هذه القناة أصدقائي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من لعبة ون بيس فايتنج باث. إلى اللقاء.